بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي إضافة منظر طبيعي كخلفية للفيديو وحذف خلفية الفيديو الأصلية. الكلام ده من خلال تطبيق أو برنامج الـ VSDC، التطبيق المجاني الفري. أغلب تطبيقات المونتاج بتاعت الفيديو بتكون مدفوعة الأجر، فيها فلوس وفيها دولارات وكده، لازم تدفع علشان تشتغل تحصل على الإمكانيات الكاملة للتطبيق. البرنامج ده يعني برنامج مجاني ورائع وفيه إمكانيات كبيرة جدا، طبعا هو خاص بالكمبيوتر وكده، أو إحنا شغالين على النسخة الخاصة بالكمبيوتر واللابتوب. فهنبدأ على طول إن شاء الله. النهاردة هنعمل إيه؟ هنشوف الفيديو، نقوم بإدراج فيديو ونستخلص الخلفية بتاعته ونضيف مكانها منظر طبيعي. تعال نبدأ على بركة الله. في البداية طبعا بدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ليصلك تنبيه بالفيديوهات القادمة، وتنساش تشارك الفيديوهات. هنروح على الـ VSDC، نضغط عليه دبل كليك عشان يفتح. بيفتح معانا التطبيق بالشكل ده، بنعمل اغلاق للنافذة دي ونروح على نيو بروجكت، مهمة جديدة او الواحدة دي، وتضغط عليها. بعد كده تختار فينيش على طول مباشر، فبيفتح لي البرنامج بالامكانيات بتاعته. هنا الشاشة دي اللي بنضيف لها الفيديوهات والميديا بتاعتي كلها. هعمل تصغير للبرنامج قليلا واروح على المكان اللي فيه الفيديو بتاعي، وليكن هو المكان ده. هنا عندي الفيديو اللي هو ده، هسحبه كده سحب وإدراج عادي خالص في المكان ده، تمام. ده الفيديو بتاعي، نكبر ونشغل كده نشوفه. طبعا اشتغلنا عليه في الفيديو السابق، هو عبارة عن مربع كده بالأزرق وبيتحرك من اليمين لليسار وبينزل تحت وبعدين يروح لليمين تاني ويطلع فوق، ماشي. الخلفية بتاعتي خضراء اهيت. اللي عاوزين نعمله في الفيديو ده اننا نخلي الخلفية اللي بالاخضر دي، الخلفية الخضراء دي، لا نخليها يعني بلون، مش لون بقى، يعني هنضيف هنا خلفية عبارة عن منظر طبيعي، اي منظر طبيعي. فهنصغر ده تاني، عايزين ندرج هنا، نعمل ادراج هنا، انسرت هنا للمنظر الطبيعي اللي احنا عاوزينه. فهروح هنا اصغر ده تاني واروح على المكان اللي فيه المناظر الطبيعية بتاعتي، اي صورة، مش شرط هي ايه، هنضيف اي صورة. ناخد الصورة دي مثلا، ماشي، نضيفها هنا على سبيل المثال، ده كأنها هي المنظر الطبيعي يعني الصورة ديت. ناخد الصورة تحت كده، حلو كده. تعال نكبر تاني كده، انا عندي الفيديو اللي هو ده والمنظر الطبيعي اللي هو ده، تمام، خلاص دول اتنين معايا هم. كل الفكرة ان انا هحدد الفيديو، اضغط على الفيديو هنا، اضغط عليه ضغطة واحدة بس عشان احدده، وبعدين اروح على فيديو افكتس، تأثيرات الفيديو، ترانسبيرنسي، وبعدين اختار باك جراوند ريموفر، ازالة الخلفية، واضغط عليها ضغطة واحدة كده، ماشي، وانا محدد الفيديو، وبعدين اعمل اوكي على طول مباشر. ما تلعبش في الخيارات دي، عادي سيبها زي ما هي. هنا الفيديو والخلف الصورة وراها اهي، شايفها الصورة اللي احنا حطيناها ورا الفيديو. عاوز ازيل من الفيديو ده اللون الاخضر، هيسيب كل الالوان دي ويزيل الاخضر بس. يبقى انا عاوز ازيل الاخضر، اروح هنا على القطارة دي، الاداة دهيت، ماشي، للقطارة بتاعت التقطير دي اللي بختار بها اللون، واضغط عليه. لو انت متأكد من اللون ممكن تختار اللون من هنا، تضغط على الثلاث نقاط دول كده، ماشي، فهيفتح لي النافذة اللي هي بتاعت الالوان، تختار منها اللون اللي انت عاوز تزيله لو انت متأكد من اللون، تمام. طيب خلينا نجرب دي كده، لو هو نفس اللون ده، لو اللون ده هو اللون ده هيزيله مباشرة، لو مش هو طبعا مش هينفذ. اوكي، طبعا ما نفذش لانه هو ايه، ما زالش مش هو نفس اللون. فهختار، اروح اختار القطارة دي واروح اختار اللون كده. شفت اللي حصل؟ اول مكان اللون ده متطابق مع اللون اللي انا اخترته بالقطارة دي، يعني بقول له احذف اللون اللي هو بالشكل ده، فحذف، لاحظ اللون ده، وساب لي الخلفية اهيت اللي هي انا سايبها عندي. وتعالى نعمل تشغيل للفيديو كده،
الفيديو شغال اهوت، المربع ده بينتقل من مكان لمكان، الفيديو شغال عادي خالص، والخلفية بتاعت الخضراء تم ازالتها وتم التحكم طبعا في الخلفية دي ماشي. طبعا من هنا بتزود كده، ومن هنا بتعمل انقاص او زيادة للخلفية اللي احنا عملناه ده كده بالزيادة والانقاص من ايه من هنا. وده لعرض الفيديو. دي كل شيء بالنسبة للفيديو الحالي او للمهارة الحالية اللي حاولنا نتعلمناها في التطبيق الرائع VSDC الخاص بمونتاج الفيديو، وهي كانت عن ازالة الخلفية بتاعة الفيديو واضافة منظر مهما كان منظر طبيعي، ورود اشجار يعني مصحف وسبحة وكلام من ده، مش اي منظر بتضيفه للفيديو بتاعك. بتبدأ تزيل العنصر اللي انت عاوز تزيله من خلال الاداة دي، من خلال الأداة اللي احنا عرضناها في الفيديو الحالي. ده كل شيء بالنسبة للفيديو الحالي. يا رب تكون المعلومة سهلة وبسيطة. حاول كل يوم تزود في مهاراتك، كل يوم اتعلم مهارة جديدة تماما، وان شاء الله ان شاء الله يعني هيكون في فائدة في فيديوهات قادمة ان شاء الله، نشرح مهارات اخرى متنوعة. ندعوكم للاشتراك في القناة، ندعوكم لمشاركة الفيديوهات، مشاركة الفيديوهات تدعمنا كثيرا، واضغط على زر التنبيهات. وشكرا لمشاهدتكم الطيبة، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.